طيب اليوم لأنه عندنا ساعة، اليوم حنحكي كتير عن الاتيكات. حنحكي شوية اتيكات، بس مش بس اتيكات بمعنى رح نعرف قديش أهمية الصورة، وين أهمية البودي لانجويج، الحركات الجسمانية، وين أهمية نعمل آي كونتاكت، وين أهمية بالماركة الشخصية. لأنه بتعرفوا اليوم أنه أي نجاح لواحد يصير فيه، ما بيكفي بس واحد يكون عم بيغني وصوته حلو، ما بيكفي واحد لو شو ما كان. يعني لو اليوم محمد كان مدير بنك مثلا أو كان فنان وبده ينجح، لازم يعرف أنه الشيء اللي عم بيقدمه لازم يقدمه بطريقة جيدة. ليقدمه بطريقة جيدة يعني لازم يكون عم يتواصل فيه بطريقة جيدة. عشان هيك أنا حبيت اليوم نخصص ساعة من وقت من حصتي معكم لنحكي شوي عن هالتواصل بطريقة جيدة. التواصل إذا بدكم في له ثلاث مفاتيح، أو له مثل ما بيقولوا أبجدية، له A B C. ومثل ما بتقول الكلمة A B C، يعني ما نحكي عن appearance، عن A بمعنى appearance يعني مظهر، B بمعنى behavior أو تصرفات أو سلوكيات، والسي يعني communication يعني تواصل. يعني أنا اليوم إذا بكون إنسان شو ممكن عم بعمل؟ إذا عندي هالثلاث أشياء اللي عم بعملهم، عم قدمهم بطريقة بيشبهوا الشيء اللي أنا عم قدمه، بنجح بالشيء اللي عم بعمله. يعني فيني سلم على محمد أنا واقف هيك؟ لا لا. ليش؟ لا لا. ليش؟ خلي في مجال عفوك بإطار. شو يعني المجال؟ شو يعني المجال؟ هيدا اللي بدي أسألكم إياه. بدي إياكم تتعلموا وتعرفوا. اسمعوا شو عم بتقول هايدي. عم بتقول حرية إذا عاوز يبوس أو مش عايز يبوس. خليني أقول، لما بكون عم بحكي بزنس ما في تبويس بالسلام، خاصة أن احنا هلأ منسلم لأنه وير عم نعمل friendly وير like a family، يعني نحن وكأن عائلة. لكن لما بنكون عم نسلم سلام عام ما في تبويس. قومي هايدي بليز لعندي أنت ومحمد، خليني أشوف إذا اليوم هايدي ومحمد عم يسلموا على بعضهم قديش المسافة اللي لازم يكونوا كيف وهيك، لحتى نعرف كيف لازم تكون، كيف لازم يكون كمان عم بيتم هيدا السلام وشو له علاقة. لأنه أول تواصل مع الآخر هو من خلال شو؟ من خلال السلام. وفي له قواعد، في له قواعد لازم احترمها. أول شيء قلتي كلمة كتير مهمة هايدي، قلتي حرية. شو بتقصدي بالحرية؟ يعني بغض النظر إذا كان في، إذا عم بعمل سلام مع قبولات أو خارج أو ما في قبولات، لأنه برجع بقلكن لما بكون سلام خاصة بإطار البزنس ما في شيء اسمه قبولات، بده يكون في سلامة. بس حكيتي كلمة حرية، فكري فيها أكثر، شو بتقصدي؟ يعني لازم أدي قدامي مساحة إنه هو يفكر، يعني مش يفكر. أنا مثلا راح أسلم على محمد، أنا كبنت ممكن مثلا أكون مش عايزة أبوس، صح؟ فاهم قصدي؟ فإذا أنت إذا منك عايزة تبوسي، برافو، عم تحكي عن المساحة، عم تحكي عن المساحة الخاصة فيك. لكل إنسان مساحة خاصة فيه. اليوم أنت بالبزنس، في بالبزنس في قد قدك، ولو أنا كنت رتبة أعلى منك بتعطيني انطباع أنك أنت قد المسؤولية، قدها وقدود مثل ما بيقول. بليز خلونا نجرب نقوم نسلم على بعضنا. يا نسيم لا هي كمان نسيم، كمان نسيم عم بيقول غلطة، هيدي غلطة تبعت هيدي الإيد يلي بتحسوها عم بتشوح تشويح، يعني جاي شو بقول عم تشوح بالمصري، يعني جاي يعني عم يطلع وهيك من لا ما في هيك كمان. هاي أورايت يس، صح وغلط. هاي لا ما فيه. أنيس عم بيقول شيء، اسمعوني بس على أنيس. عم بيقول أنيس إنه إذا بيحط إيده هيك أوكي. هيدي من وين جاي؟ هيدي جاية من السلام العائلي. يعني هيدي أول شيء، هيدي فيها مشاعر. بالسلام البزنس ما في مشاعر، تتذكروا ما في مشاعر. يعني أول شيء أنا ما في تبويس، يعني ما في مشاعر، ما في قبولات. تاني شيء لما بحط إيدي هاي وكأن عم قل له إنه it's a warm، it's ما فيني أعملها بالبزنس، أوكي؟ إيه. بينما بالعائلة بتشوفوها هيك، حتى مع الناس كبار السن بتلاقوهم بحطوا هيك. كمان مرحبا، كيفك؟ صباح، برافو. لا هي صح، برافو انت كثير قوي. شو بدك اقول لك يعني؟ اوكي يلا مرحبا. هاي ما تطلعي بالايد تبو. لحظه شوي بس بدي اقول لكم كمان شيء، لما بتكونوا عم بتسلموا ما تطلعوا بالايد، يعني ما تطلعوا انتوا. يلا هايدي
مرحبا، كيفك؟ جريت، برافو. مرحبا محمد، سافا، برافو. بس لما تكون استاذ، لما تكون حد شخص بيجي شخص بيعرفك على هذا الشخص، هلا حنحكي عن التعريف، مين بيعرف على الثاني؟ بتعمل له هيك، بترجع لورا بتعمل له هيك او بتضلك هيك؟ لا بتبرم تحت، حنحكيها بالتفاصيل. طيب تخضع الى ادبيات، في الادبيات لهذا الموضوع، خاصة وانه مرات كثير لازم اعرف كيف بدي اعرف عن حالي وشو بدي اقول عن حالي، يعني او حتى اذا انا بدي اعرف انيس على دينا شو بدي اعرف ومين بدي اعرف عن الثاني. جريت تقلكم لحتى تكون كمان واضحه براسكم. الاكثر اهميه هو يلي بعطيه انا، اذا بدكم هل بتوجه له وبعطيه الاهتمام لحتى اعرفه على الاقل اهميه. ما تضيعوا، كثير سهله، بس نلقطة دغري. اول شيء لما بقول كلمة أستاذ أو مستر، هذه اللي تعرفوها بالإتيكيت، ما بلفظ الاسم الصغير للإنسان، بذكر اسم عائلته. مجال العمل برجع بقول، إذا هايدي عندها مدير بمجال العمل فايت، ربما هايدي بتفتح له الباب وبده يفوت قبلها، لأنه هو بمجال العمل أكثر أهمية منها فقط بتراتبية العمل. ما انه مش لانه هي فتاة وهو شاب. اذا كانت المديره مره كمان هي مديرتك بدها تفتح لها الباب وهي بدها تفوت قبلك وبتفتح لها الاسانسير وبتعمل كل شيء، يعني ما انه هي ليش علاقه، عرفت؟ ومنيح سؤالك، لانه في بعض اليوم الناس اذا كان خاصه بالجندر بين الصبي والبنت، اذا كانت مديرته المره بيشعروا ببعض الاحراج قبل ما ناكل على الطاوله، تفاديا للاحراج ما بتطلب هيدي الفاتوره، تعطي او في حلين لهالموضوع، او هي فايتة على المطعم، لانه عاده اذا هيدي عندها اجتماعات عمل بتكون بتعملهم بمطعم اوريدي بيكون تعرفوا وهي بتكون حاجزه، يعني اي ديار رضا خير هي وبالي. اوكي سو بتفوت، يلي بتعمله هي انها بتحط الكريدت كارد على الفوتي وهن اوريدي بيعملوا، او بنص العشاء او شيء بتستاذن كانها رايحه على التويلت وبتتفاعلوا، مشان تفاديا لاي احراج، مشان ما يتخانقوا كمان الشباب انه يصيروا كله كمان بده يعرض انه مين بده يدفع. هيدي كمان اذا كانت البنت هي يلي عم بتقول. واذا كنت اول شيء بالتعريف ما بحط ايدي على، لا ما بحط صفحة. مشاعر ملحن شاطر قوي، يعني قصدي ما بعرف على حدا كانه صديقي، هيدي غلطه بالتعريف. شغل هذا شغل، بس غصب عن هذا بيحصل. ما هو انا عم اقول لك هون ليش عم اقول لك هذا الشيء، لحتى نتفادى الاخطاء يلي بتصير، يعني ولو انا ومحمد اصحاب ورافائيل ما فيني اجي اقول له استاذ جابور اسمح لي اعرفك على استاذ عباس صديقي من نحن وصغار بلشي سوا من نحن، لا ما في. اوكي تضحكي ولا تضحكيني ولا اوكي يلا نرجع، اسمعوا منيح، ركزوا منيح لهيدا الشيء يلا، لانه هولي بكره حتعزوهم. عملنا ايفان هيك انا و انت ومين؟ انا ودينا وعباس وهايدي. عملنا ايفان كده بالضبط، يعني عباس بيعرف عباس كان هو مطرب مشهور وانا كنت مطربه صغننه وهم بيعرفوني عليه. انا عباس ومين؟ عباس ونسيم على هايدي. اوكي عباس بيعرفني على نسيم وبيعرفني انا وهايدي على نسيم. اوكي طب خطأ طبعا واعطوا بالغلط. يلا هايدي. اوكي أستاذ أمير اسمح لي أعرفهم بأستاذ محمد. أستاذ عباس. هذا من العائلة برضه. أستاذ عباس محمد عباس ملحن أغنيات أو ملحن. أوكي. ممكن تحكي له إنه هو ملحن. ملحن أغنيات عم بشتغلها معه مثلاً هلأ على ألبومي الجديد. أوكي. أستاذ عباس بدي أعرفك بأستاذ أمير. إيهاب أمير بدها ترجع تبرم. إيهاب أمير رئيس قناة كذا 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 كذا. مسز شديد بعرفك عن، اسمحي لي أعرفك عن الفنانة دينا عادل من مصر. دينا عادل مابال شديد، مسز مابال شديد. لا مابال جديد، برافو مابال جديد. دينا عادل مابال جديد هي منتجة أكبر استديوهات بهوليوود. هوليوود عرفكم على بعض. يلا مين بيسلم؟ لا لا انا
ما بال ما بال عمرك 50 سنة أنت المنتجة أنت الكاتب يلا من جديد من جديد خلنا من جديد يلا إيه لا بأنك أنت ما مديتي سو سأل يا مسز شديد بعرفك عن اسمحي لي اعرفك عن الفنانة المصرية دينا عادل. دينا عادل ما بال جديد هي رئيسة أكبر استوديوهات بهوليوود. جريت متشرفين. ما تسمحوا ما يعني اوكي تأخرتوا لأنه رجعت طر أنيس يعمل لكم هيك إنه كأنه بلشت المسابقة إنه تأخرتوا دغري لازم تحطوا إيدكم هون. يس إيه أكيد بيني وبينك أكيد أوكي للي بتمنى تكون الحصة فيدتكم لأنه هيدي الحصة كتير حتستفيدوا منها بكرة بس لأنه بكرة عن جد أنتوا لما بتلتقوا بناس لازم تعرفوا تسلموا منيح لازم تعرفوا تعرفوا عن حالكم لازم تعرفوا تحكوا منيح تتطلعوا وتبتسموا هاودي كتير بيأثروا على كيف الشخص التاني بيكونوا